مشاهدين، العديد من السيدات تشتكي من صعوبة التوفيق بين العمل وواجبات البيت. للمرأة العاملة يا ترى كيف ممكن تكسبي مهارات لازمة قد تعينك على هذه المهارة وتتقني فعلا طريقة الدمج بينهم بحياتك، تكون أمور سهلة وبسيطة وميسرة؟ هذا ما سيخبرنا به ضيفنا عبر السكايب الدكتور خليل زيود، أخصائي تربوي. يسعد صباحك دكتور خليل. صباحكم جميعا، انت يا صفاء الله يرضى عليكي وهالفريق الجميل اللي معك اللي تواصل في غايه الادب واللطف معي. ومن العاصمه عمان الى العاصمه اسطنبول، لكم اجمل تحيه. اهلا بك من عمان. وموضوع فعلا يقلق بعض السيدات، حيث يعني العديد من الشكاوي عند السيدات عن عدم القدره بالتوفيق بين العمل خارج المنزل كامراه عامله وايضا داخل المنزل كمسؤوله عن واجبات هذا البيت، وفي بعض الاحيان كام ومسؤوله عن الاطفال. كيف ممكن، او برايك في البدايه، هل هي مهاره يمتلكها البعض ولا تمتلكها ايضا بعض السيدات؟ طبعا هي مهارة لكنها ليست وراثة، يعني القضية لا تأتي مع الجينات، وإنما تأتي مع قدرتها على إدراك مساحة التحدي أمامها وكيف تتعامل معه. لكن القضية لا تأتي بالولادة، يعني مو في نساء شاطرات لأنه هاي خالتها وعمتها وجدتها، وهذيك مو شاطرة في التوفيق بين العمل والوظيفة بالبيت لأنه مثلا الجينات ما زبط معها. أبدا، القضية ذكاء وثلاث معايير أظن نتحدث حتى نكتسب هذه المهارة. إذا ثلاث معايير. قبل الحديث عن هذه المعايير، هل فعلا تستطيع المرأة الجمع بين العمل خارج المنزل وداخل المنزل دون أن يؤثر فعليا على إحداهما أو يؤثر عليها أيضا كشخص ويستهلك من طاقتها؟ أبدا، ويستطيع، يعني ما في امرأة إلا تستطيع إذا استطاعت أن تدير المشهد بذكاء. لما نتحدث عن قدرة على الاكتساب، القدرة موجودة وهي قادرة على الاكتساب، وفي أمثلة كثيرة من النجاح لنساء إعلاميات أو لنساء اشتغلوا في الطب والهندسة والتمريض والمحاماة والقضاء وفي كل المجالات، وبنفس الوقت استطاعوا أن يوفقوا بين البيت وبين العمل. وبالتالي هذا الموضوع ممكن إذا استطعنا أن نحقق ثلاث أركان أو ثلاث أشياء مهمة. لنتحدث عن هذه الأركان دكتور خليل. أول شيء نوع العمل، ما نوع العمل التي تعمل فيه؟ هل هي طبيبة وفي شفت وفي تأخير في الليل، شفت سي أو دي أو بي أو غير ذلك، ونوع الرجل اللي هي مرتبطة فيه. هذا إشي كثير مهم، إنه هل هذا الرجل هل هو ذكوري العقل، هل يعتقد أن علاقته مع زوجته هي علاقة استحواذ ولا علاقة شراكة تماما. والقضية الثالثة ذكاء هذه المرأة. فإذا استطاع نوع العمل أن نحدد نوع العمل، لأنه كل عمل له مجموعة من تفصيلاته. يعني المعلمة اللي تطلع الصبح مع أولادها وترجع الثنتين والثلاثة العصر أو الظهر تماما تختلف عن الطبيب اللي يكون عنده شيفت سي أو عنده مثلا عمل طويل جدا. ونوع الرجل أيضا، هل هذا الرجل متفهم ويفهم أنه هو متزوج أنثى وامرأة لها حقوقها وعليها واجبات؟ وقبل وفي قضية مهمة، هل قضية العمل فقط قضية مالية؟ يعني هل المرأة تذهب لكي تعمل فقط عشان تجيب فلوس؟ أنا أقول هذا آخر هم يجب أن تفكر فيه المرأة مع أنه مهم. تمام. جزء من عمل المرأة أن يكون من أجل بناء ذاتها وتطويره، من أجل بناء عقلها، لأنه هي عبارة عن كيان مستقل. والقضية الثالثة ذكاء. يعني قد يقول البعض دكتور معلش على هذه النقطة، يعني أيضا المرأة قادرة على بناء عقلها وتطوير مهاراتها دون الالتحاق بعمل، يعني حتى داخل المنزل ممكن هذا الموضوع يتم. أبدا، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ تبني عقلها داخل بيتها صحيح، لكن نسبيا. يعني لو قرأت مليون كتاب وهي بين أربع جدران لن تزيد عن موسوعة في مكانها. زي الذين يحفظون كتاب الله ولا يفهمونه، هم يزيدوا عنا نسخة 10 نسخ يصيروا 11 نسخة. فنفس الفكرة لما نتحدث عن قضية عمل المرأة، أبدا المرأة الجالسة في البيت لو قرأت مليون كتاب وشاهدت مليون محاضرة على التلفزيون واليوتيوب لن تطور ذاتها ولا عقلها. لازم تحتك مع الناس، لأن الإنسان وجد من الأنس، لأنه يأنس بغيره. وعشان تقدر أنت تتعلم لازم تطلع وتشوف وتواجه مجموعة من التحديات. نعم أكيد متفقين على هاي النقطة، لكن أقصد أنه قد يكون هذا الخروج ليس بغرض فقط العمل، قد يكون لأعمال تطوعية، لمهارات، لأمور أخرى تشغل بها نفسها خارج نطاق العمل. لكن المرأة العاملة بالتحديد دكتور، يعني التي تقضي ساعات طويلة ربما خارج المنزل، يعني المهارات اللي فعليا قد تكسبها، قلت بداية وجود الزوج المتفهم لهذا الموضوع أيضا. زوجة المتفهم، نعم. أن تدرك نوع العمل التي هي فيه، فكل عمل له، يعني لا تستطيع الطبيبة أن تقارن نفسها بالمعلمة، ولا القاضية أن تقارن نفسها مثلا بالممرضة. إذن طبيعة العمل. تمام، فنوع طبيعة العمل. والقضية الثالثة هي ذكاء المرأة. المرأة يجب أن يكون عندها ذكاء اجتماعي، أو أنا أقول هو ذكاء المسافات.
المرأة التي تخلط الأشياء بعضها ببعض هذه المرأة لن تستطيع أن توفق حتى لو لم تكن تعمل، يعني المرأة المقيمة في البيت وليس لديها ذكاء المسافات لن تستطيع أن توفق بين نفسها وبين حقوقها على أولادها وواجبات الموكلة إليها. نعم نعم، يعني نشرح أكثر عن هذا الذكاء دكتور. تماما طبعا، ذكاء المسافات هو ذكائها، هل هي تتعامل مع العمل أنه كل شيء في حياتها؟ تماما، يعني هل هذا العمل هو كل شيء في حياتها؟ بمعنى أنه عملها سوف يذهب إلى البيت معها ويستهلك عليها الزمان والمكان، هل علاقتها في زوجها هي علاقة استحواذ تعتقد أنها يعني طول ما هي في العمل وهي التليفون مع زوجها أول بأول متواصلة مع أولادها أول بأول، هل هذا الأول بأول على حساب عملها ولا في قضية منظمة ومرتبة؟ هذا يختلف من امرأة أخرى. هذه كلها مهارات تكتسبها المرأة إذا كان عندها هذه ذكاء المسافات أو ذكاء اجتماعي تستطيع أن توفق فيه، فهذا هو النوع من الذكاء يجب أن تحصل عليه هذه المرأة، وهو شيء سهل جدا إذا أرادت طبعا ووجدت زوج متفهم لهذا الأمر. ممتاز، إذن ذكاء المسافات يعين هذه الزوجة. نتحدث نعم. قليلاً دكتور عن فقه الأولويات، يعني أيضاً ترتيب المرأة لأولوياتها كيف بيساهم بوجود هذا الاندماج أو التسهيل في عملية الربط بين الخارج والداخل؟ بس ننتبه لقضية، الأولويات ليس عليها وحدها، الأولويات يجب أن يشارك فيها الرجل، هذه الأولويات يتم الاتفاق عليها من فترة الخطوبة أو ما قبل الخطوبة في فترة التعارف، أنها امرأة عاملة، امرأة طموحة في الدراسة، أنها امرأة عندها بعض المشاغل وقد يكون زوجها نفس الشيء، فهل يستطيع الزوج أن يحمل معها؟ ويجب أن نفهم إذا كانت المرأة عاملة فعلى الرجل أن يقتسم معها كل واجبات البيت، الطبخ، الجلي، الشطف، التنظيف، وأن تكون طلبات الزوج بسيطة وإذا كانت متقدمة يجب أن يشارك فيها. هذا إذا استطعنا نتحدث عن امرأة عاملة وليست شمعة تحرق نفسها لكي تضيء على الآخرين، هذا المثل المتخلف. نعم، هذه نقطة مهمة. نعم طيب، يعني في الختام دكتور، ما هي نصائحك اللي قد تكون يعني نصائح عملية يمكن تستفيد منها وتستثمرها هذه المرأة للخروج بعملية توازن؟ ربما أهم شيء أن لا تنقل عمل البيت العمل إلى البيت أو البيت إلى العمل، يعني لا تنقل المشاكل هناك إلى هنا وتلك إلى الأخرى، هذا أول قضية. إذن الفصل. القضية الثانية ماذا؟ الفصل بين العمل والبيت. تماماً، يجب أن تتعلم الفصل وهو ليس مستحيل، لا يكون شيء على حساب شيء ثاني، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية وهي أيضاً جداً مهمة، يجب أن تخفف من المناسبات الاجتماعية، المناسبات الاجتماعية يجب أن تقوم بالحد الأدنى المطلوب منها للأقارب خاصة، ولا تحمل نفسها احتراق نفسي آخر للواجبات الأخرى، بنت العم وبنت الخال والجيران وكذا، إذا استطاعت أن تدخل هذا كله على نفسها لن تستطيع أن تنجز. وثالثا وهو الأهم، يجب أن تتذكر أن بيتها أهم من عملها، فإذا تعارض العمل مع البيت يقدم البيت على العمل. نعم. إلا في حالة واحدة، إذا استطاعت أن تتفق مع زوجها في البدايات أن يؤخروا إنجاب الأبناء حتى يستطيعوا أن يربوهم تربية واعية ذكية، لكن إذا وقع الفاس بالرأس وصار عندها 3-4 في البيت وصارت تشكو من العمل والبيت فيهمش العمل والأولاد أولى، لأن هذه ليست إهمالهم، ليس مشكلتهم، مشكلتها هي. أكيد أكيد، يعني نختم بهذه النقطة الجوهرية التي ذكرتها دكتور خليل زيود، يعطيك ألف عافية، شكرا لك على هذه النصائح القيمة. إذن مشاهدينا، يعني فعلا ختامها كان جميل بأن الأطفال هم الأولوية والبيت والتربية هي الأولوية لدى المرأة. بالتأكيد نتمنى أن كل امرأة عاملة تستطيع أن ترتب أولوياتها بطريقة صحيحة حتى لا يختل الميزان بين العمل خارج المنزل وداخل المنزل. سنتوقف مع فاصل قصير ومتواصلين بفقراتنا بصباح الإيمان.